يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هل صاحب القرآن يشترط أن يكون حافظا وما في معناه؟ والله تعالى أعلم وأعلم أن كل من أثبت شيئا من القرآن فهو صاحب لما أثبت، فهو صاحب لما أثبت، ويجوز إطلاق الكل ويقصد به الجزء، يعني يجوز إطلاق الكل ويقصد به الكل ويطلق الكل ويقصد به الجزء. فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، يبقى ممكن أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى كلها، وممكن يضع يده اليمنى على جزء من يده اليسرى، فيمكن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. ها؟ إطلاق الكل ويقصد به الجزء، كان أقول قبلت رأسك، قبلت رأسك وأريد جبهتك، لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يقبل جميع الرأس إلا إذا كانت فمه فما ليست بشريا. فهذا أمر موجود. فصاحب وكذلك تقول أقمت الليل، وتقصد جزءا من الليل، أقمت الليل فأطلقت الكل وأردت ليه الجزء. فكذلك يقال لصاحب القرآن، إما أن يكون هذا الرجل قد أحاط بالقرآن كله حفظا وفهما وعلما وعملا فهو صاحب له، وانظر صاحب القرآن، صاحب القرآن كأن القرآن له إيه؟ له صاحب، له صاحب. ويمكن أن يطلق هذا ويقصد به الجزء، فكل من أثبت عدة أجزاء وفهمها وعمل بها فهو صاحب للقرآن أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم.